بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لم ييأس نبي الله هود من قومه، فراح يدعوهم باللين والكلمة الطيبة، يخبرهم بأنه أتى لينقذهم من ظلمة الجهل إلى نور المعرفة الإلهية، يحاول أن يهديهم إلى طريق الحق في الدنيا والآخرة،
ويعيد المحاولة تلو الأخرى، ولكن لم يستجب إليه أحد بعد الذين آمنوا به. العادة دمدم من عند هود؟ ليس بعد، ربما يأتي بعد قليل. هل يستطيع تخويف هود وجعله لا يخرج من بيته، أو على الأقل يتوقف عن دعوته الكاذبة تلك؟ بالرغم من هيبة دمدم، إلا أن لعزيمة هود قوة لا يستهان بها يا صدد، فهو لن يتراجع عما عقد العزم عليه. فقد حاولنا معه كثيراً قبل ذلك، لكنه لم يرتدع. لم يعد الأمر يتحمل منا الصمت أكثر من ذلك، وكفى ما حدث في إيرام من فوضى. الناس تتحدث في الأسواق عن وعيد هود وربه لهم، يقولون إن الرب هود يتوعدهم بالجفاف والقحط والفقر، وبدأ الخوف يسري في قلوبهم. صبرك الزائد علي هو من جعلنا في هذا المأزق يا شداد. أصبحت تكررها كثيرا يا صدد، رغم أنك تعرف بأننا جميعا أجبرنا على ذلك. ولو كنا قتلناه لتحولت إرم إلى بركة من الدماء، فقبيلته كما تعلم ونعلم جميعا هي الأكبر والأكثر عددا في إرم. كلامك صحيح يا شداد. تعلم أنني وخلدون من قبيلته، وأننا غير راضين عن عمله، بل إن أمر قتله ليس أمرا مكروها إلينا، لكن رأي القبيلة لا يتوقف علينا أنا وخلدون. الأمر أكبر من ذلك بكثير. الآن دعنا نفكر فيما هو قادم. يجب أن نجلس مع دمدم لكي نعرف ما الذي فعله معه. وبعد أن خرج كافة المؤمنين من إرم ولم يبق بها إلا القوم الظالمون، نزلت عليهم آيات الله عسى أن يتوبوا ويرجعوا إليه. فانقطع المطر وجفت الأرض وساد القحط وانتشر الفقر بين الناس، فراح نبي الله هود يذكرهم بآيات الله التي بين أيديهم وينصحهم، عسى الله أن يغفر لهم ذنوبهم ويبدلهم بعد عسرهم يسرا. إلا أن القوم كذبوه وعصوا ربهم، فزاد الله عليهم شدتهم، فإن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا قوم، يقول لكم نبي الله لا تحزنوا على ما فقدتم، فوالله لقد نجانا الله من القوم الجبارين وأخرجنا من بينهم سالمين، ذلك بلطف الله ورحمته، فإن الله قد نجانا من عذاب واقع عليهم لا محالة، ولقد أخرجكم الله من القرية الظالم أهلها حتى لا يغمركم العذاب الذي سيلحق بهم. حمدا لله على عطاياه، فوالله ما حرمنا الله من شيء حتى أبدلنا خيرا منه، الحمد لله. صدقت يا راجية، فما نحن فيه الآن من أمان أمر يجعلنا نتدبر حكمة الخالق العليم الذي وفقنا للخروج آمنين من بطشهم. ولكن الحياة هنا صعبة يا رباح، والرزق شحيح. المرعى قليل والماء شحيح، لم نعتد على ذلك يا رباح. يا قوم، إن الله يمتحن قلوبكم ليرى أتكون من الصابرين الشاكرين، أم تكفروا بنعمة الله كما كفر أهل إرم؟ لا والله لا نكفر بفضل الله علينا أبدا، سنصبر، عسى الله أن يبدل من بعد الضيق فرجا. الحمد لله.
الحمد لله على فضل الحمد لله الحمد لله الحمد لله على فضل. يا رباح، هل أخبرك نبي الله بأمر العودة من جديد إلى إرم، أم أننا سنبقى هنا دائما؟ نعم، خبرنا ماذا قال لك نبي الله. لقد أخبرني نبي الله بأن نصبر ونحتسب، وألا يفكر أحد منا في أمر العودة إلى إرم مرة أخرى، فإن عذاب الله سيلحق بهم في القريب، فلا تقربوهم، فإن أرض إرم محرم عليكم دخولها بعد اليوم. ها قد عدت يا شاحب، كيف الحال؟ هل بعت شيئا اليوم؟ لا، لم يقترب من تجارتي أحد، لم يعد أحد من إرم يشتري ولا يبيع. الناس جوع يا مداحة، ولا طعام في الأسواق. وما العمل يا شاحب؟ لقد نفد الطعام من البيت، لم يعد لدينا كسرة خبز يابسة. لا أعرف يا مداحة، انقطعت الحيل ولم يعد لدينا شيء نطعم به أنفسنا ونسد به جوعنا. وأين سادة إرم من كل هذا؟ سادة إرم؟ إنهم مشغولون بهود ودعوته، ولا يفكرون في العوام، فالخير لديهم كثير والبطون ممتلئة. وهل سنظل صابرين على هذا البلاء يا شاحب؟ وماذا سنفعل يا مداحة؟ ما يصير على الناس يصير علينا. سندع آلهتنا، عسى أن تستجيب. الناس تدعو الآلهة ليل نهار، ولكن لم تستجب. ما الذي حدث في إرم؟ أين ذهب خيرها؟ أي لعنة تلك التي أصابتنا؟ ربما هي لعنة هود. ألم يتوعدنا الفقر والقحط؟ ألم يقل إن ربه سيمنع عنا الماء؟ صاه يا رجل، وإياك أن تقول هذا الكلام مرة أخرى. أتريد أن تحل عليك لعنة الآلهة؟ لقد أصبحت أشك في هذه الآلهة، فلو كانت موجودة حقا لما تركتنا بهذا الحال، ولما تركت أولادنا يموتون جوعا، ونحن نقف مكتوف الأيدي ولا نستطيع أن نفعل شيئا. أي آلهة تلك التي تتحدث عنها يا رجل؟ قلت لك اصمت، فإن لم تخف من الآلهة فيجب أن تخاف من سادة إرم. فليفعلوا ما شاءوا، أنا لم أعد أخشى أحدا، فلقد أصبح الموت أحب إلي من الحياة. ما هذه الأعاصير يا عنز؟ هل غضبت علينا الآلهة؟ أغلقي فمك أيتها البلهاء، ودعيني وشأني الآن، واذهبي لتستقبلي غربان إرم الناعقة، فهم يصعدون الجبل الآن في طريقهم إلينا. أي غربان يا عنز؟ عن ماذا تتحدثين؟ شداد وصدد، سيطلبون الإذن للدخول علي بعد قليل، فلا تسمحي لهما بالدخول. أخبريهم بأنني في خلوة مع الآلهة، ولا يمكنني أن أقابل أحدا قبل عدة أيام. ولكن نفذي ما أمرتك به أيتها البلهاء، اذهبي. يا له من يوم عصيب، لقد حلت علينا لعنة الآلهة يا صدد. أنا ما عدت أثق بهذه الكاهنة يا شداد، كلما نظرت إلى عينيها أيقنت بأنها كاذبة. ولكنها الطريق الوحيد للوصول للآلهة يا صدد، فما يحدث بإرم لم يحدث لها من قبل.
أرجو أن ترشدنا لشيء ينفعنا هذه المرة. التحية على خدام صمود. من؟ من بالخارج؟ نحن سادة إرم. مرحبا سيدي شداد، مرحبا سيدي صدد، بارقتكم الآلهة. مرحبا يا جارية، أبلغي سيدتك بقدومنا. ولكن عنز معتكفة الآن تناجي الآلهة، وهذا ما جئنا من أجله، فأخبريها بقدومنا. لا 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 لا, لا أستطيع سيدي صدد، فغير مسموح لأي أحد حتى أنا بقطع الخلوة. إذن دعينا ندخل إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ Thank you.